حضرتك ثواني اتفضل. وهنطلع هنطير الملعب المباراه. معايا الكابتن محمد معوض ليبرو الفريق. مساء الخير يا كابتن محمد. كابتن خالد، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. ماشي على الكباتن الكبار اللي معاك، سالم حضرتك دكتور فؤاد وكابتن ممدوح، كابتن خالد مش كده؟ مظبوط، سلم عليهم كتير. بيسلموا عليك كتير. مبروك يا محمد. الف مبروك يا معوض. الف مبروك يا معوض. ماتش سهل، ماتش بنعدي ماتشات سهله دايما في الادوار الاولانيه، لكن الاهم عندنا المراحل اللي جايه. شايف بطوله افريقيا مين الفرق اللي بتنافس النادي الاهلي فيها؟ والله فعلا المجموعه كان فيها اقوى ماتش اهلي طرابلس ساعليبيا، الحمد لله عدى على خير، خسرنا شوط يعني بس الحمد لله السكور كان فارق. والنهارده قدرنا نشارك الناس كلها طبعا، الماتشات في المتناول، ماتشات مش صعبه قوي، فمحتاجين الناس كلها تكون جاهزه عشان الادوار النهائيه. الحمد لله بدانا الناس كلها لعبت والحمد لله الاداء كان كويس، يعني فارقين على طول في الجيم، فعاوزين نكمل على كده ان شاء الله. كابتن محمد معوض نجمنا الكبير، شايف اداء كابتن محمد رمضان ليبرو الفريق النهارده داخل ارض المباراه؟ هو كابتن محمد رمضان ما شاء الله ليبرو يعني صاعد مستواه كويس جدا طبعا ما شاء الله، احنا عندنا حتى ليبرو ثالث شريف احمد. يعني طبعا احنا فرقتنا فيها احسن ثلاث لعيبه في مصر متهيألي، هو طبعا لعيب متميز جدا، هو لسه صغير في السن طبعا شويه يعني نقص ممكن شويه الخبره، بس هو يعني جاهز اي حد في الفرقه ما شاء الله، احنا عندنا السكواد ال 14 لعيب ان شاء الله اي حد في الملعب نكسب البطوله باذن الله. كابتن معوض، دخول اللعيبه نقول الناشئين او الشباب بتوعنا داخل فريق الطايره، مش بنحس بتواجد ان في لعيب صغير ولعيب كبير، بتعملوا ده ازاي كلعيبه كبار في الفريق؟ زي ما قلت لحضرتك ما شاء الله احنا عندنا يعني العناصر الصغيره يعني احسن لعيبه في مصر برضه في سنهم، يعني عندنا مثلا عبد الرحمن او رمضان او اي حد صغير لعيبه مميزه جدا بيلعبوا دلوقتي مع المنتخب درجه اولى، ممكن السنه دي يكونوا بيلعبوا بصفه اساسيه في البطولات اللي جايه ان شاء الله. فاحنا ما عندناش الحمد لله لعيبه صغيره كبيره، هي ممكن بس اللعيبه اللي سنها اكبر شويه طبعا عندها خبره زياده، احنا لعبنا اكثر منهم شويه. زي ما قلت لحضرتك احنا الحمد لله معانا احسن فرقه في افريقيا وفي الشرق الاوسط، وان شاء الله باي 14 نكسب البطوله باذن الله. كابتن محمد معوض بنشكرك شكرا جزيلا ان كنت معانا، والف مبروك، ونتمنى ان شاء الله باذن الله النجمه ال 14 للفريق.